سياسه فتوري، وانما حق العوده للاجئين الفلسطينيين. هذا الهجوم هو هجوم على قضية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وجزء من عملية تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية التي تقوم بها إسرائيل، وهو في نفس الوقت يمثل هجوما على الأمم المتحدة نفسها. الذي قامت به إسرائيل عمل فاشي، عمل إجرامي، ويجب أن يرد عليه بمقاطعة شاملة، بل أيضاً بالمطالبة بطرد إسرائيل نفسها من الأمم المتحدة بعد أن تطاولت كل هذا التطاول على مؤسسات الأمم المتحدة. إذا تم تصفية الأونروا سيتم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي يعني تصفية مفهوم الحل السياسي وحل تقرير المصير بالنسبة للقضية الفلسطينية.